ما فاجأتنيش خاطر كنت نلعب في بنزرت، كنت نقدم في مردود باهي، وحتى كي مشيت لغاديكا قعدت في نفس النيفو نلعب اساسي والحمد لله. لحد الان تو مازلنا كي بدينا، ان شاء الله باش تبدل برشا حاجات وباش نشوفوا ليكيب ناسيونال ان شاء الله الفوق. عمره ما كان مع ليكيب ناسيونال اميكا خاطر نلعبوا على دربو بلادنا، وان شاء الله الماتش هذا ان شاء الله نقدموا فيه مردود باهي وان شاء الله نربحوا باش نكملوا الماتش ان شاء الله. براند مو ماخير ان شاء الله.